بيبدأ المسلسل في تركيا وبالتحديد في مدينة اسطنبول بشخص اسمه بيامي. وبيامي ده بيكون واحد من أشهر الخياطين ومصممين الأزياء في البلد، وحاليا بيكون عنده عرض أزياء مهمة هيحضره أهم الفنانين ورجال الأعمال. وعلشان كده بنشوف بيامي هو بيجهز عرضات الأزياء بنفسه وبيتأكد إن كل حاجة مظبوطة، وبعد ما بيخلصوا تجهيزاته وبيتأكدوا إن مفيش مشاكل بيبدأ العرض، وكل الحضور بيعجبوا بالفساتين اللي بيامي مصممها، وبينجح العرض بتاعه بشكل كبير. وبالليل بيروح بيامي يحتفل بنجاح العرض مع صاحبه المقرب واللي اسمه ديمتري، وبيفضلوا يحتفلوا وبيستمتعوا بوقتهم جدا، لحد ما بتيجي المساعدة بتاع بيامي واللي اسمها سوزي، وبتقول لبيامي ان في اتصال جالهم من القرية وان للأسف جده توفى. فبيتصدم بيامي وبيزعل جدا لان جده ده كان اقرب شخص ليه. وتاني يوم بيسافر بيامي للقرية علشان يحضر عزا جده، وهناك بيقابل بيامي جدته واللي اسمها سولون وبيعزيها، وهي كمان بتعزيه لان هي عارفة قد ايه هو كان بيحب جده. وبيكون هيقعد بيامي جنبها علشان ياخد العزا معاها، لكن هي بترفض وبتطلب منه يروح يقابل ابوه اللي ما شافوش بقاله سنين. وبيكون واضح ان جدته وشخصيتها قوية وصعبة، وهو ما بيقدرش يرفض لها طلب. فبيروح بيامي يقابل ابوه اللي اسمه مصطفى، وهنا بنكتشف ان مصطفى ابو بيامي عنده تأخر ذهني وعقله يعتبر زي عقل الاطفال. واول ما بيامي بيشوف ابوه بيبدأ يستعيد ذكرياته ويفتكر اللي كان بيحصل له بسبب ابوه، وبنعرف ان هو كان بيتعرض للتنمر من زمايله في المدرسة، وكل الطلاب كانوا بيضحكوا عليه بسبب حالة ابوه، وكانوا بيقولوله ان ابوه مجنون وان هو كمان مجنون زيه، وحتى اللي ما كانش بيتنمر عليه كان بيتعامل معاه بشفقة. وطبعا كل الحاجات دي عملت عقدة نفسية بيامي واجبرته ان هو يكره ابوه. وكان اقرب شخص ليه في الفتره دي هو جده اللي كان دايما بيجري عليه ويحكي له التنمر اللي بيتعرض له بسبب ابوه، وكان بيتمنى من صغره ان هو يبعد عن القريه دي وعن اي مكان يفكره بابوه، وبيتمنى يتنقل لمكان جديد محدش يعرفه فيه ومحدش يعرف ان هو ابن مصطفى اللي مصاب بتاخر ذهني. وبنفهم ان بعد ما بيامي كبر شويه ساب القريه واتنقل لمدينه اسطنبول علشان يبدا يعيش حياته هناك، وفي خلال فتره صغيره قدر ينجح ويبقى واحد من اشهر الخياطين ومصممين الازياء في البلد. لكن كل ده كان بيحصل وهو مخبي حقيقه ابوه عن كل اللي حواليه ومحدش يعرف قصه ابوه دي نهائي. ودلوقتي بيروح بيامي يقابل ابوه اللي ما شافوش بقاله سنين، واول ما بيشوفه بيزعل جدا على حالته وبيكون عايز يمشي من المكان، لكن اول ما مصطفى بيشوفه بيجري عليه وبيحضنه وبيكون مبسوط جدا لدرجه ان هو بيخنقه من غير ما يقصد، والخدم بيبعدوه عن بيامي بالعافيه. وساعتها بيتضايق بيامي وبيزعل اكتر وبينهار من العياط. وبعد شوية وقت بيتمالك نفسه وبيروح يقف قدام أوضة جده وبيفضل يستعيد ذكرياته معاه، لحد ما بتيجي جدته وتقطع تفكيره وبتقوله ان هو بعد ما مشي وسابهم واتنقل لمدينة اسطنبول بقوا عايشين لوحدهم، ودلوقتي بعد موت جوزها ما تبقاش غيرها هي وابوه، وان هما الاتنين مش هيقدروا يعيشوا لوحدهم وهيروحوا يعيشوا معاه في اسطنبول. فساعتها بيتصدم بيامي وبيعتقد ان ماضيه اللي هو بيخفيه بقاله سنين هيبدا يظهر للناس وكل اللي حواليه هيعرفوا حالة ابوه. ورغم ان هو رافض انهم يعيشوا معاه لكنه ما بيقدرش يكسر اوامر جدته وبيوافق على كلامها. وتاني يوم بيامي بيرجع لاسطنبول وهو معاه جدته وابوه، وبيقرر بيامي ان هو يكمل اخفاء موضوع ابوه عن الناس وما يعرفش اي حد من اللي حواليه غير سوزي المساعدة بتاعته، وده علشان سوزي تهتم بابوه وجدته وتجيب لهم كل طلباتهم، وكمان علشان سوزي تدور على شخص يهتم بابوه والشخص ده يوفر له الرعاية الخاصة اللي هو بيحتاجها. وبعد كده بيرجع بيامي على مكتبه وبيبدأ يخلص التصميمات المطلوبة منه، وبيبان قد ايه هو شخص موهوب وفنان ونجاحه ده مش مسألة حظ. واثناء ما هو بيشتغل بتيجي سوزي وبتقوله ان ديمتري اتصل بالمكتب وعايزه يجيله البيت يقابله فورا، وواضح ان هو متعصب من حاجة. فبيقولها بيامي ان هو عارف مشكلته وهيعد عليه بعد ما يخلص شغل، وفعلا بعد ما بيخلص بياخد سوزي وبيروح البيت ديمتري، وهناك ام ديمتري اللي اسمها ليا بتيجي ترحب ببيامي، وبيبان ان ليا وجوزها بيحبوا بيامي وبيعتبروه زي ابنهم بالظبط، وكمان بيامي بيحبهم وبيعزهم. وبعد ما بيسلم بيامي عليهم بيطلع يشوف مشكلة ديمتري، وبنعرف ان ديمتري هيتجوز بعد اسبوعين. وطبعا بيامي صاحبه المقرب هو اللي صمم له البدلة وخيطها له بنفسه، لكن كان في مشكلة في مقاسات البدلة وديمتري ما كانش قادر يوصل لبيامي نهائي علشان يقول له على المشكلة، وعلشان كده بيكون متعصب فبيحاول بيامي يهديه وبيقوله ان دي مشكلة بسيطة، وبياخد مقاساته من اول وجديد وبيأكد له ان المشكلة هتتحل على طول. وبعد ما بيحل بيامي المشكلة بيكون عاوز يمشي، لكن ليا ام ديمتري بتتدخل وبتطلب من ديمتري خدمة كمان، والخدمة دي عبارة عن ان هو يظبط مقاسات فستان العروسة بما ان هو موجود عندهم والفرصة دي مش هتتكرر تاني. لكن ديمتري بيرفض ان بيامي يشوف العروسة قبل الفرح، وبيتجادل ديمتري مع امه، وفي النهاية ديمتري
بدري بيغير رأيه وبيوافق ان بيامي يظبط مقاسات الفستان، لكن بشرط ان هو يكون مغمى عينيه علشان ما يقدرش يشوف العروسة. ورغم ان الموضوع ده صعب على بيامي، لكن هو بيوافق وبيقرر يظبط المقاسات وهو مغمى عينيه. وساعتها بيطلع ديمتري يقول لعروسته اللي اسمها اسفيد، لكن لما بيطلع ديمتري للأوضة بنتفاجئ ان هو حبس اسفيد في صندوق صغير، وواضح كده ان هو بيعذبها. وبنشوف ديمتري وهو بيخرج اسفيد من الصندوق اللي حبسها فيه، وبيقول لها تجهز نفسها وتلبس فستان الفرح، وده علشان بيامي صاحبه العزيز واشهر خياط في البلد موجود تحت علشان يظبط مقاسات الفستان. وبيحذرها وبيقول لها ان هي لو نطقت باي حرف مش هيحصل لها كويس، فبتأكد له اسفيد ان هي مش هتفتح بقها وهي مرعوبة وخايفة جدا. وبعد شوية وقت بتجهز اسفيد وبتنزل، وبتنزل وهي لابسة الفستان وحاطة طرحة على وشها، وبيكون بيامي مستنيها وهو مغمى عينيه ومعاه سوزي علشان تساعده في تظبيط المقاسات. وبيامي وسوزي بيبدأوا يظبطوا مقاسات الفستان، واسفيد واقفة ساكتة ومش بتتكلم نهائي. وبيلاحظ بيامي ان اسفيد عمالة تترعش وكأنها خايفة، لكن بيعتقد بيامي ان هي متوترة او مكسوفة وما بيحطش الموضوع في دماغه. وبعد ما بيخلص تظبيط المقاسات بتمشي اسفيد وبتسيبهم، وبيبدأ بيامي يجهز نفسه علشان يمشي هو وسوزي من المكان. لكن قبل ما يمشوا بيجي لسوزي اتصال من وكالة متخصصة في الرعاية الصحية، والوكالة دي كانت هي تواصلت معهم علشان تشوف شخص يرعى مصطفى ابو بيامي. فبتتكلم سوزي معهم وبتقول لهم ان هما محتاجين شخص مقيم، وبتبدأ تديهم بيانات مصطفى علشان يبعتوا لها الشخص المناسب. لكن هنا بيتدخل بيامي وبيزعق لسوزي وبيقول لها توطي صوتها وهي بتقول بيانات مصطفى علشان محدش يسمعها، وده طبعا لان ديمتري وعيلته ما يعرفوش موضوع ابوه ومفيش اي حد غيرها عارف الموضوع ولازم يفضل سر. فبتعتذر لسوزي وبيمشي هما الاتنين من المكان. وبيرجع بيامي على بيته، اول ما بيدخل للبيت بيسمع صوت دوشة قوية، فبيعرف ان ابوه جات له نوبة الغضب اللي بتجيله وبتخليه يفضل يزعق ويكسر اي حاجة حواليه. لكن ساعتها جدة بيامي بتتدخل وبتفضل تخوف مصطفى وبتأمر الخدم ان هم يربطوه. وقتها بيكون بيامي واقف وبيشوف اللي بيحصل ده وبيزعل جدا على الحالة اللي فيها ابوه. وتاني يوم بتيجي واحدة من الخدم تبلغ بيامي ان في بنت بره بتقول ان هي من وكالة وجاية علشان تراعي مصطفى. فبيفهم بيامي ان البنت دي من الوكالة اللي سوزي كلمتها وبيطلع علشان يقابلها. والمفاجأة ان البنت دي بتطلع هي اسفيد خطيبة ديمتري، وطبعا بيامي ما بيقدرش يتعرف عليها لان هو كان مغمى عينيه لما كان بيزبط لها مقاس الفستان. وفي اللحظة دي بنرجع بالزمن لورا شوية علشان نعرف مين هي اسفيد وليه ديمتري كان بيعذبها. فبنعرف ان اسفيد دي انتقلت مع اسرتها لمدينة اسطنبول من مدة صغيرة، وان ام اسفيد تبقى اخت ليها. وكمان بنعرف ان امها وابوها اجبروها على فكرة الجواز من ابن خالتها ديمتري، وحاولت اسفيد ان هي تبعد ديمتري عنها علشان تبوظ الجوازة، لكن الموضوع جاب نتيجة عكسية وديمتري اعتبرها اهانة ليه، وده لان عمره ما اترفض من اي بنت قبل كده واسفيد اول واحدة ترفضه. وعلشان يرضي غروره بدأ يضربها ويعذبها، واهل اسفيد كانوا عارفين باللي ديمتري بيعمله في بنتهم، ورغم كده مكملين في الجواز عادي بسبب فلوس ديمتري الكتير لان هو غني جدا. وساعتها ما كانش في اي حل قدام اسفيد غير ان هي تستحمل اللي بيحصل، لحد الليلة اللي قبلها واللي قابلت فيها بيامي وسوزي، لان هي ساعتها اتجسست عليهم وسمعتهم وهم بيتكلموا عن الوكالة وعن مصطفى وعرفت كل حاجة. وقررت اسفيد تهرب من الجحيم اللي هي فيه وتروح لبيامي وتمثل ان هي من الوكالة وجاية تراعي ابوه، وده لان هي سمعت سوزي وهي بتقول ان الوظيفة هتحتاج ان هي تقيم عندهم بشكل كامل، وكمان علشان بيامي هيخبيها مع ابوه عن الناس لان محدش يعرف بموضوع ابوه ده خالص. وطبعا مفيش فرصة احسن من كده لاسفيد علشان تهرب، فقررت ان هي تستغل الفرصة دي. وحاليا بنشوف اسفيد وهي بتقدم نفسها لبيامي، وطبعا بتقدم نفسها باسم مزيف وبتقول ان هي جاهزة للوظيفة، فبيخليها تمضي بيامي على وثيقة بتنص ان اي حاجة تحصل في البيت ده ما تخرجش بره، وده علشان يضمن ان موضوع ابوه هيفضل سر. وبعد ما بتمضي اسفيد على الوثيقة بياخدها بيامي وبيخليها تقابل ابوه قبل ما يوظفها بشكل رسمي. واول ما مصطفى بيشوفها بيرتاح لها وبيبدأ يغني لها وبيضحك معاها، فبتنبسط اسفيد من اسلوبه وبراءته وبتتعرف عليه وبيبقوا اصحاب. وبيلاحظ بيامي ان هما منسجمين مع بعض، فبيقول لاسفيد ان هي اتوظفت خلاص وبيسيبهم بعد كده وبيمشي. وتاني يوم بيعرف ديمتري بهروب اسفيد، والموضوع ده بيجننه جدا وبيتعصب وبيفضل يكسر في كل حاجة قدامه ومحدش بيكون عارف يهديه خالص. وفي نفس الوقت ده بتيجي سلون جدة بيامي تتكلم معاه وبتقوله جدته ان البنت اللي هو وظفها هتراعي مصطفى وهتهتم بيه بشكل كامل، وان هي هتفضل معاه طول الوقت واحيانا ممكن تضطر تنام جنبه، ومصطفى مش عاقل ومش هيقدر يتوقع تصرفاته ولا هو شخصيا بيقدر يتحكم في تصرفاته.
علشان ما تحصلش مشاكل وفضايح لازم يخلوا البنت دي تتجوز مصطفى بشكل رسمي، ولو البنت ما وافقتش يمشوها ويجيبوا واحده غيرها توافق على الفكره دي. لكن بيرفض بيامي فكره الجواز دي رفض نهائي، وبيقول لجدته ان هو مش هيجبر البنت دي ولا اي بنت غيرها على الجواز من ابوه، وبيسيبها وبيمشي علشان يروح شغله. لكن قبل ما يطلع الشغل بيروح يقعد لوحده شويه وبيفضل يفتكر الحاجات اللي عقدته وهو صغير، وحالته النفسيه بتبدا تسوء بسبب كل اللي مر بيه في الفتره الاخيره. لكن هو بيحاول يتمالك نفسه وبيقوم يروح شغله. وفي الوقت ده اسفيد بتاخد مصطفى وبيطلعوا يلعبوا في الجنينه، وبتبدا اسفيد تستعيد ذكريات طفولتها، وبنعرف ان طفولتها ما كانتش طفوله سعيده، وده لان اسفيد اتربت في ملجا ايتام وفضلت هناك فتره طويله لحد ما اخت ليا تبنتها. وبتحاول اسفيد تنسى طفولتها الصعبه دي وتندمج مع مصطفى، لحد ما بتيجي سلون تقاطعها وبتطلب منها تتكلم معاها، وبتقول لها سلون ان هي هتراعي مصطفى من كل النواحي لدرجه ان هي ممكن تغير له هدومه زي الاطفال، وعلشان كده لو عايزه تشتغل عندهم وتفضل تراعي مصطفى لازم تتجوزه، ولو هي مش موافقه على الشرط ده هيمشوها ويجيب واحده غيرها. فبتنصدم اسفيد طبعا وما بتكونش عارفه ترد تقول ايه في الموقف ده، فبتقول لها سلون تاخد وقتها في التفكير وتبقى تبلغها ردها. وفي نفس الوقت ده بيعرف بيامي باللي حصل لديمتري صاحبه وبالحاله اللي هو فيها، فبيروح له البيت علشان يتكلم معاه، وبيتفاجئ بان ديمتري عامل زي المجنون، فبيحاول بيامي يهديه على قد ما يقدر. لكن ديمتري بيكون فاقد اعصابه وبيقول له ان هو بيحب اسفيد جدا وان هو مش هيسمح لها تبعد عنه ومش هيهدى غير لما يلاقيها ويرجعها، وبيطلب ديمتري من بيامي ان هو يساعده في البحث عنها. فبيقول له بيامي ان اكيد اسفيد هربت علشان سبب معين او ممكن تكون محتاجه شويه وقت لوحدها، وعلشان كده بيطلب منه يسيبها لحد ما تهدى وترجع هي لوحدها، وبيوعده ان هي لو ما ظهرتش في خلال كام يوم هو هيساعده في البحث عنها. لكن ديمتري ما بيقتنعش بالكلام ده وبيفضل مصمم ان هو يدور عليها ويقلب عليها المدينه، فبيسيبه بيامي على راحته وبيمشي. وبيرجع بيامي على البيت وبيدخل لمكتبه الخاص اللي بيشتغل فيه وبيبدأ يشتغل، لحد ما بتدخل اسفيد للمكتب وبتقطعه وبتقوله طبعا على الكلام اللي سلون قالته ليها، وبتقوله ان هي عايزة تراعي مصطفى لكن مش هتقدر تتجوزه. فبيعتذر لها بيامي وبيقول لها ان جدته من الاجيال القديمة وثقافتها مختلفة شوية عنهم، واللي حصل ده سوء تفاهم مش اكتر، وبيقول لها ان هي ممكن تراعي مصطفى وتشتغل عندهم عادي من غير جواز. فبتشكره اسفيد وبتقرر تمشي وتسيبه يشتغل، لكن هو بيوقفها وبيطلب منها مساعده وبيقول لها ان هو بيصمم فستان وعايز يظبط مقاساته، وبيطلب منها تقيس الفستان ده علشان يقدر يظبط المقاسات. فبتوافق اسفيد وبتدخل تقيس الفستان، لكن اثناء ما هي بتقيسه بتتفاجئ ان فستان فرحها موجود عند بيامي، وبمجرد ما بتشوف الفستان بتبدا تتوتر وتفتكر كل اللي ديمتري كان بيعمله فيها. فهنا بيلاحظ بيامي تركيزها مع فستان الفرح، فبيفتكر ان الفستان عجبها وبيطلب منها تقيسه، فبترتبك لان هو خد مقاساتها قبل كده، ولو لقاها نفس المقاسات بالظبط ممكن يشك فيها، وكمان لو هي رفضت تقيس الفستان بدون سبب هيشك فيها وما بتكونش عارفه تعمل ايه. لحد ما بيدخل مصطفى للمكتب وبيقطعهم، فبتستغل اسفيت الموضوع وبتاخد مصطفى وبتمشي من غير ما تقيس الفستان. وتاني يوم بنشوف ليا وجوزها وهما بيعملوا اتصالاتهم علشان يلاقوا اسفيت، لكن ما بيلاقوش ليها اي اثر وبيكونوا مستغربين من اختفائها الغامض ده، لان هي بنت متبناه وما عندهاش قرايب وتقريبا ما تعرفش اي حد غيرهم، وبيقلقوا جدا علشان لو حصل لها اي حاجه هتحصل لهم مشكله كبيره. وفي نفس الوقت ده ديمتري بيكون موجود مع بيامي وبيخلصوا صفقه شغل، والصفقه بتتم بنجاح. فبيقرر ديمتري ان هو يرفه عن نفسه شويه ويحتفل هو وبيامي بنجاح الصفقه، لكن بيامي بيقول له ان هو مش هيقدر يروح اي مكان علشان جدته سلون قاعده عنده في البيت ومش هينفع يسيبها لوحدها. فبيقول له ديمتري ان هو هيجيب اهله وهيجوا يسلموا على جدته علشان هم ما شافوهاش من فتره كبيره. فبيوافق بيامي طبعا، وبالليل بيامي وجدته بيبداوا يجهزوا البيت لاستقبال ديمتري واسرته، وبيروح لاسفيت وبيقول لها ان هو معتمد عليها اعتماد كلي في اخفاء مصطفى، وبيقول لها ان ما ينفعش اي حد من الضيوف يشوف ابوه ولازم يفضل في اوضته لحد ما هم يمشوا. فبتقول له اسفيت ما يقلقش من حاجه وان الليله دي هتعدي من غير مشاكل. وبعد شويه وقت بيوصل ديمتري ومعاه اسرته واسره اسفيت، وبيقعدوا يتعشوا سوا وبيبداوا يدردشوا مع سلون جد بيامي، وبيحكي لها ديمتري على هروب خطيبته قبل الفرح، وبيبدا ديمتري يهين اسره اسفيت علشان مش قادرين يحكموا على بنتهم، وكمان بيقول عليهم كلاب فلوس. وساعتها ابو ديمتري بيزعق له والموضوع بيكون محرج لكل اللي قاعدين، فبيحاول بيامي يخفف الاحراج وبياخد ديمتري وبيخرجوا يتمشوا في الجنينه. وفي نفس الوقت ده بتكون اسفيت سايبه مصطفى لوحده وبتتصنت عليهم، ولما بيامي وديمتري بيخرجوا من البيت
بترجع اسفيت لاوضتها، لكن المفاجأة ان هي ما بتلاقيش مصطفى هناك، وبيكون مصطفى خرج من الاوضة وموجود في الجنينة. وساعتها بيامي ودمتري بيشوفوا مصطفى، وطبعا اول ما بيامي بيشوفه بينصدم وبيتجمد مكانه، لكن دمتري بيروح يشوف مين الشخص ده وليه موجود في جنينة بيامي. فبيلاحظ دمتري ان هو متأخر ذهنيا وعقله زي الاطفال، فبيبدأ يسأله هو مين وبيعمل ايه هنا. لكن في اللحظة دي الخدم بيتدخله وبيعتذره لبيامي علشان اخوهم خرج من المكان المخصص ليه. فبيفهم ديمتري ان مصطفى ده اخو الخدم وبيعد الموضوع، وفي نفس الوقت بتكون اسفيد بتدور على مصطفى. واثناء ما هي بتدور عليه بيشوفها ابوها واللي بيكون اسمه فاروق، فبيروح لها ابوها وبيواجهها وبيسألها هي بتعمل ايه في المكان ده. فبتترجاه اسفيد ان هو ما يقولش لاي حد ان هو شافها، وهي هتبقى تشرح له كل حاجة بعدين. وعلشان فاروق بيحب بنته بيقرر يداري عليها وبيمشي من غير ما يقول حاجة لحد. وبعدها ديمتري بياخد اهله وقال اسفيد وبيمشوا من المكان. واول ما بيمشوا بيروح بيامي لاسفيد وبيزعلها علشان خروج مصطفى من اوضته، وبيقول لها ان هو اكد عليها قبل ما الضيوف توصل ان ما ينفعش حد يشوف ابوه، ومع ذلك سابته يخرج من الاوضه. لكن هنا بيتدخل مصطفى وبيفضل يرمي الحاجات على بيامي علشان هو بيزعل اسفيد، فبيفقد بيامي اعصابه وبيكون هيضرب مصطفى، لكن اسفيد بتقف قدامه وبتمنعه. فبيتملك بيامي نفسه وبيقول لاسفيد ان هي مطروده وبيسيبهم وبيمشي. وتاني يوم بتجهز اسفيد حاجتها علشان تمشي، وقبل ما تمشي بتروح لبيامي وبتعتذر له على الموقف اللي هي حطته فيه، وبتقول له ان هي اتشرفت بمعرفته ومعرفه مصطفى واسلونه وبتودعه. وبتطلع اسفيد من البيت وهي مش عارفه هتروح فين ولا هتعمل ايه. وبعد تفكير بتقرر اسفيد تطلب المساعدة من فاروق ابوها، وبالفعل بتتصل بيه وبتسأله لو قال اي حاجة لاي حد، فبيأكد لها ابوها ان هو ما قالش حاجة خالص لحد، وبيطلب منها تفهمه ايه اللي بيحصل. فبتقول له اسفيد يجي يقابلها وهي هتفهمه كل حاجة، وبتتفق معاه يتقابله في حديقة عامة. فبيوافق وبيبدأ يجهز نفسه علشان يروح يقابلها، لكن المفاجأة ان ديمتري كان بيتجسس على فاروق وسمع المكالمة، وبيفضل ديمتري يراقب فاروق ويمشي وراه من غير ما ياخد باله. واول ما ديمتري بيشوف اسفيد بيبدأ يطاردها هو ورجالته وبيحاولوا يمسكوها، لكن بعد مطاردة طويلة بتقدر اسفيد تهرب منهم بأعجوبة. وبترجع اسفيد على بيت بيامي وبتقابل سلون وبتقول لها ان هي عايزة ترجع للشغل، وان هي خلاص مستعدة تتجوز مصطفى لو ده هيخليهم يرجعوها للشغل. وبتكون اسفيد في الوقت ده مستعدة تتجوز فعلا مصطفى احسن ما تتجوز ديمتري المختل عقليا بالنسبة لها، وسلون بتعتبر فكرة الجواز دي انسب فكرة لمصطفى، فبتوافق على العرض بتاع اسفيد. وبتخلص سلون كل اجراءات جواز مصطفى واسفيد، والخدم بيشهد على عقد الجواز، ومصطفى واسفيد بيتجوزوا رسمي. وفي نفس الوقت ده ديمتري بيكون هيتجنن علشان ما قدرش يمسك اسفيد، وبيطلع كل عصبيته على فاروق وبيقول ان هو كان عارف مكان اسفيد من الاول ومش عايز يقول لهم، وبيفقد اعصابه وبيضرب فاروق. فبيتدخل ابو ديمتري وبيضرب ابنه بسبب تصرفاته دي، وطبعا بيكون الموضوع مهين لديمتري وبيمشي ديمتري من البيت، وبيكون متعصب ومتضايق اكتر من الاول. وتاني يوم بتروح سلون تبلغ بيامي ان هي رجعت اسفيد للشغل، وما بتجيبش سيرة ان هي جوزت اسفيد ومصطفى، فما بيهتمش بيامي قوي لان هو مشغول ومش فاضي لابوه المواضيع بتاعته. وبعدها بيخرج بيامي وبيروح يقضي اليوم كله مع ديمتري، واللي طبعا بتكون حالته صعبة جدا خصوصا بعد اهانة ابوه ليه. فبيحاول بيامي يخرجه من الحالة اللي هو فيها دي، وبيقول له ما يشيلش هم موضوع اسفيد وهو هيساعده في البحث عنها واكيد هيلاقوا لها حل. وبيكون بيامي بيحاول يصبره ويخفف عنه بصفته اقرب شخص ليه. وبالليل لما بيرجع بيامي البيت بتروح اسفيد تتكلم معاه وتشكره ان هو رجعها للشغل، لكن هو بيقول لها ما تشكرهوش هو وتشكر سلون علشان هي اللي رجعتها للشغل. وتاني يوم بيخرج مصطفى من اوضته وبيطلع لمكتب بيامي علشان يلعب هناك، فبتطلع اسفيد وراه وبتحاول تسيطر عليه وتنزله، وده لان بيامي ما بيحبش حد يدخل مكتبه ومنع كل اللي في البيت من انهم يدخلوا المكتب تحت اي ظرف. فبتحاول اسفيد تخرج مصطفى من المكتب، لكن هو ما بيرضاش يخرج غير لما تقيس فستان الفرح الموجود في المكتب، واللي بيكون هو فستان فرحها اللي بيامي يظبط مقاساته. فبتضطر اسفيد ان هي تلبس الفستان علشان تخليه يخرج من المكتب. وفي اللحظه دي بيسمع بيامي صوت دوشه في مكتبه، فبيطلع يشوف ايه المشكله، وبيتفاجئ بوجود اسفيد ومصطفى في المكتب، وبيشوف اسفيد وهي لابسه الفستان، فبيقرب منها علشان يزعق لها، لكن لما بيقرب بيلاقيها نفس مقاسات خطيبه ديمتري بالظبط، واكيد مش طبيعي يكون في شخصين نفس المقاس بالسنتي. فبيبدا بيامي يربط الاحداث ببعض وبيفتكر ان اسفيد ظهرت في نفس الوقت اللي
خطيبة ديمتري هربت فيه، فبيفهم هنا ان هي خطيبة ديمتري، فبتحاول اسفيد تبرر له الموقف، لكن هو بيتعصب عليها وبيرفض يسمعها، وبيتخانق بيامي معاها وما بيكونش عارف يعمل ايه في المصيبة دي، لان لو ديمتري عارف ان هي كانت موجودة عنده طول الفترة دي هتحصل مشكلة كبيرة وهيخسر صديق عمره وصاحبه الوحيد. فبتفضل اسفيد تترجاه ما يقولش لديمتري على وجودها عنده، وبتقول له ان هي مش هتقدر تعيش مع ديمتري، وبتحاول تعرفه حقيقة صاحبه وتقول له ان هو كان بيضربها وبيعذبها، لكن بيامي بيرفض يسمعها وبيسيبها وبيمشي. وبيروح بيامي ياخد ديمتري وبيروحوا مع بعض الاجتماع، وبيخبي بيامي الحقيقة اللي هو اكتشفها عن ديمتري لانه ما بيكونش عارف يقول له ايه. وبيفضل بيامي مشتت ومش قادر يركز طول الاجتماع بسبب تفكيره في الموضوع ده. وبعد الاجتماع بيروح بيامي على مكتبه وبيكون عاوز يقعد لوحده علشان يصفي ذهنه ويشوف حل للمشكلة اللي واقع فيها، لكن سوزي بتيجي تتكلم معاه وبتقوله ان هي جالها اتصال من الوكالة، وبتقوله انهم بيعتذروا ليهم لانهم ما بعتوش شخص لحد دلوقتي، وده معناه ان اسفيد مش من الوكالة. وطبعا بيكون بيامي عارف الموضوع ده، فبيطلب من سوزي تشيل الموضوع ده من دماغها. فبتستغرب هنا سوزي من ردة فعله، وبتسأله لو هو كان عارف من قبل ما تقوله. فبيطلع بيامي عصبيته عليها وبيزعق لها، وبيقول لها تخرج هي من الموضوع ده، وبيخرجها برا المكتب. وبيقعد بيامي يفكر بهدوء وبيفتكر كلام جده ليه وهو صغير، واللي كان بينصحه زمان وبيقوله ان هو لو وقع في مشكلة ومش عارف ياخد قرار بعقله ويحكم بقلبه ويشوف قلبه هيوصله لإيه، لان مش دايما حل المشاكل بيكون بالمنطق. فبيهدى بيامي وبيقرر يسمع الحكاية من اسفيد ويعرف هي عملت كده ليه. فبيرجع بيامي للبيت وبيروح يتكلم مع اسفيد وبيسألها عن سبب هروبها، فبتحكي له اسفيد على كل حاجة، وبتفهمه ان ديمتري مختل وكان بيضربها وبيعذبها علشان تحبه وغصب عنها، وبتقوله ان هي مش هتقدر تعيش مع ديمتري والموت بالنسبة لها اهون من الجواز منه. فبيقدر بيامي شعورها لان ديمتري يبقى صاحبه المقرب وهو اكتر شخص عارف تصرفاته المجنونة. فبيقرر بيامي يساعدها وبيقول لها ان هو هيقف جنبها وهيفضل معاها وهيسفرها لندن. ففي الاول بترفض اسفيد ان هي تسافر للندن علشان هي ما تعرفش حد هناك ومش عارفه هتعمل ايه هناك اصلا. فبيطمنها بيامي وبيقول لها ان هو هيوصلها بنفسه لشخص بيثق فيه ومش هيخليها تحتاج لاي حاجه من اي حد. فبتشكره اسفيد على كل اللي بيعمله علشانها، وبيبان ان الاتنين اعجبوا ببعض. لكن المفاجاه اللي ما كانوش عاملين حسابها ان سلون بتتجسس عليهم وبتسمعهم وبتعرف كل حاجه. وتاني يوم بيقرر بيامي ياخد اسفيد ومصطفى ويطلع في رحلة بحرية علشان مصطفى بقاله فترة كبيرة ما خرجش من البيت، وبيكون بيامي مش عايز يخرج معاهم علشان محدش يشوفه مع مصطفى، لكنه بيضغط على نفسه وبيخرج معاهم. وبيروحوا ياخدوا مركب من المينا وبيتحركوا مع بعض، واثناء الرحلة بيقضي بيامي وقت مع ابوه لاول مرة من فترة كبيرة، فبينبسط جدا مع ابوه ومع اسفيد وبيقضوا وقت لطيف سوا. وبعد ما بيخلصوا رحلتهم بيوصلهم بيامي للبيت وبيطلع هو على شغله، ولما بيوصل لهناك بيلاقي ديمتري في انتظاره، فبيقعد بيامي يتكلم معاه ويشوف ايه مشكلته. فبيقول له ديمتري ان هو لاحظ ان ابوه بيبذل كل مجهوده في انه يدور على اسفيد، وان اللي مخليه مستغرب ان هو مش متعود يشوف ابوه بيبذل كل جهده في شيء معين. وبيقول ان هو شاكك في ابوه وحاسس ان هو بيدور على اسفيد لسبب تاني مش علشان الفرح. فبيبدا بيامي يشك في الموضوع، وبيطلب من ديمتري يقول له اخر المستجدات اول باول. وبالليل بيرجع بيامي للبيت وهو جايب لعبه لابوه، وبيكون واضح ان علاقته بابوه اتحسنت كتير عن الاول. لكن لما بيروح لاوضه ابوه بيلاقيه نايم، فبيسيب له اللعبه جنبه علشان لما يصحى يلاقيها. وبعد شويه وقت بيروح بيامي يتاكد ان كل اللي في البيت ناموا، واول ما بيتاكد من كده بيجهز نفسه علشان يخرج من غير ما حد يشوفه. لكن اسفيد بتكون لسه ما نامتش وبتلاحظ ان هو خارج في الوقت المتاخر ده، فبتقرر تروح وراه وتشوفه رايح فين. فبتركب اسفيد في شنطه العربيه اللي هو هيتحرك بيها، وبعدها بيوصل بيامي لمسرح موسيقى وهو مغير شكله، فبتدخل اسفيد وراه علشان تشوفه بيعمل ايه في المكان ده. فبتلاقيه منضم لفرقه موسيقيه وبيقدم معاهم عروض، وبعد ما بيخلص بيامي العرض بتروح اسفيد تواجهه وبتعترف له ان هي كانت بتراقبه، وبتبدا تساله هو بيعمل ايه في المكان ده. فبيحكي لها بيامي على كل حاجه، وبيقول لها ان هو عمره ما قابل امه من ساعه ما اتولد، وان هو بقاله سنين بيدور عليها وبيحاول يوصل لها لكن ما قدرش، لحد ما لقى صوره قديمه بتجمع ابوه وامه، والصوره دي موجود فيها شخص اسمه عثمان، وان عثمان ده يبقى رئيس الفرقه الموسيقيه اللي هو كان بيعزف معاها من شويه. فهو قرر يتقرب من عثمان وينضم لفرقته، لان عثمان ده يبقى امله الاخير في الوصول لامه. وبيقول لها ان الموضوع ده ممكن يبان ليها غريب وتافه، لكنه نفسه يقابل امه من هو طفل. فبتحاول اسفيد تواسيه وبتقوله ان هي مقدره شعوره، لان هي كمان يتيمه وتربت في ملجأ،
وبيفضلوا الاتنين يتكلموا سوا طول الليل، وبيكون واضح ان هم حبوا بعض خلاص. وفي نفس الوقت ده بيكون ديمتري قاعد لوحده وبيفكر علشان يقدر يوصل لمكان خطيبته، وبيكون دور في كل مكان في المدينة وما سابش غير مكان واحد بس واللي هو بيت صاحبه بيامي. فبيبدأ ديمتري يربط الاحداث ببعض وبيفتكر ان خطيبته اختفت بعد ما بيامي قابلها بيوم واحد بس، فبيستنتج ان خطيبته موجودة عند بيامي. فبيروح ديمتري اللي بيت بيامي في الوقت المتأخر ده، وبيفضل يفتش في البيت زي المجنون وما بيلاقيش حد غير سلون والخدم، وده لان بيامي واسفيد بيكونوا لسه بره وما رجعوش البيت. فبيروح ديمتري يتكلم مع سلون وبيقول لها تبلغ حفيدها ان هو قدامه لغايه بكره علشان يرجع له خطيبته، ولو بيامي ما رجعهاش هينسى انهم كانوا اصحاب وهيرجعها هو بطريقته. وبعد شويه بيامي واسفيد بيرجعوا للبيت، فبتستدعيهم سلون وبتقول لهم على اللي حصل، وبتنصح سلون حفيدها ان هو يرجع اسفيد لديمتري ويخلي هو مسؤوليته من الموضوع. لكن بيامي بيرفض وبيقول لها ان هو مش هيخلي اسفيد ترجع له. وبيروح بيامي يقعد لوحده وبيحاول يلاقي حل للمشكله دي، وما بيكونش عارف يختار صديق طفولته واقرب شخص ليه ولا يختار البنت الوحيده اللي حبها. وبعدها بتيجي سلون تدي لبيامي مسدس جده وبتقول له ان هو هيحتاج المسدس ده، وده لان تصرفات ديمتري مش متوقعه ولازم يحمي نفسه منه. لكن بيرفض بيامي ياخد المسدس وبيقول لها ان هو عمره ما هيقدر ياذي ديمتري لان هو يعتبر اقرب صديق ليه، وبيقول لها ان هو هيتفاهم معاه بالعقل ومش هيحتاج المسدس. لكن جدته بتصر عليه وبتقول له يخلي المسدس في عربيته، فبيوافق بيامي وبياخد المسدس. وتاني يوم بيامي بياخد اسفيد وبيروح علشان يقابل ديمتري ويتفاهم معاه علشان يقنعه يسيب اسفيد في حالها، وبيقرر بيامي يسيب اسفيد في العربيه ويروح يقابله لوحده الاول. فبيروح بيامي يقابل ديمتري وبيحاول يدردش معاه بشكل واضح وصريح، وبيقول له ان اسفيد مش عايزه تكمل معاه وبيطلب منه يسيبها في حالها، وكمان بيقول له ان هو هيسفرها لندن وهيخليها تبدا حياه جديده هناك ويرجع هما الاثنين اصحاب من تاني ولا كان حاجه حصلت. لكن ديمتري بيرد عليه وبيقول له ان هم عمرهم ما هيرجعوا اصحاب تاني لان هو كده خانه وخدعه باسوأ طريقه ممكن حد يتخيلها. وبيطلع ديمتري مسدس علشان يقتله وينتقم منه، لكن في اللحظه دي بتتدخل اسفيت وهي معاها مسدس بيامي اللي كان موجود في العربيه، وبترفع اسفيت السلاح في وش ديمتري وبتقول له ان هي مستعده تقتله وتتحبس ولا انها تعيش مع واحد مختل زيه. فبيفضل ديمتري يستفزها وبيقول عليها خاينه ومش هتقدر تعمل حاجه بالمسدس لانها جبانه، وبيكون بيامي واقف في النص بين الاثنين وبيحاول يهديهم هما الاثنين ويخليهم ينزلوا الاسلحه، ولكن في النهايه بتفقد اسفيت اعصابها وبتضغط على الزنات علشان تقتله، ولكن بيقع فيامي قدامه وبياخد الطلقه مكانه وبيقع على الارض. فاول ما ديمتري بيشوف فيامي بيموت بينسى كل حاجه وبيجري عليه فورا، وطبعا بتنهار اسفيت وما بتكونش مصدقه اللي هي عملته وبتحاول تساعد فيامي هي كمان، لكن للاسف هما الاثنين ما بيقدروش يساعدوه وبيموت فيامي بين ايديهم هما الاثنين. وبيخلص المسلسل.